اسالك بقى، هل شايف ان ده هو دي الحسنه اللي عملها كيروش في الفتره اللي فاتت؟ يعني في الاخر احنا كنا بننتقد وبنهاجم كيروش عشان الاداء ما كانش هو ده اللي احنا كنا عايزينه، وكمان النتائج يعني لا كان في لا اداء ولا كان في نتيجه ولا كان في اي حاجه. تمام بس في الاخر طبعا احنا دلوقتي بنطلع كلنا دلوقتي بنتكلم احسن طبعا، كلام عن كل كيروش، الدعم لانه دلوقتي احنا كل اللي يهمنا الاداء والنتيجه، ما دام اكيد، شايفين منتخب بلدنا بالشكل اللي احنا مستنينه فخلاص الناس هتدعم فبالظبط. وهتقف ورا الجهاز والمنتخب واللعيبه كلها. اللي عايز ابقى اساله لك بقى عن كارلوس كيروش، شايف انه ان الحسنه اللي عملها زي ما قلنا بقى فتوح وعبد المنعم ومرموش ويعني وعمر كمان، شايف انه هو انه التجارب اللي كان بيعملها هي دي الفايده اللي قدر ان هو يطلع بيها من التجارب اللي كان بيعملها، ان احنا شفنا اسامي ما كناش يعني ما كناش شايفين ان هي تقدر تطلع كل الامكانيات دي؟ هو زي ما انتي بتقولي طبعا، على مدار السنين اللي فاتت منتخب مصر كان معتاد، او اي جهاز فني بيمسك منتخب مصر معتاد، ان اللعيبه اللي بتنضم لمنتخب مصر من الدوري المصري هي لعيبه اهلي وزمالك. خلينا صراحه يعني، هم دايما كانوا بيبقوا شايفين ان اللعيبه دي عندها خبرات اعلى، عندها احتكاكات اقوى، بتشارك في افريقيا مع انديتها بشكل دائم وبشكل مستمر. يمكن كيروش جه غير النظريه دي تماما، شايف ان الدوري المصري ده منتخب مصر، ده منتخب الانديه كلها، من حق اي لاعب في منتخب في الدوري المصري او في اي نادي في الدوري المصري ان هو يكون متواجد في كمان ما منتخب مصر. بيعتمدش على صلاح بنسبة كبيرة، وقال انه مش يعني المنتخب مش بس صلاح، مش بس في فعلا 11 صلاح، لعيبة حتى طريقه تانيين. اللعب حتى بتعتمد على مرموش، بتعتمد على زيزو، بتعتمد على رمضان تريزيجيه، كل اللعيبه ليها دور في خطه كيروش. تعرض الراجل تعرض لانتقادات كتيره جدا خلال بطوله كاس العرب، مين اللعيبه اللي انت ضمتها دي؟ دورها هيكون ايه مع المنتخب؟ انت بتجرب في منتخب مصر، طب ما هو طبيعي يجرب في منتخب مصر في بطوله هي اساسا ما كانتش في الحسابات، وما كانتش ما كانش مترتب لها. البطوله العربيه دي بطوله اشبه بالوديه يعني، فالراجل مش متربي معانا في مصر، اول مره يجي يدرب منتخب مصر والمنطقه العربيه تحديدا مش موجود فيها بقاله فتره كبيره جدا، فكان طبيعي ان هو يجي يجرب لعيبه، هو خلاص عارف القوام الاساسي مين، عارف اللعيبه الاساسيه اللي هيعتمد عليها مين، لكن عايز يبني جيل جديد لمنتخب مصر، عايز يبقى في عناصر جاهزه كتير لمنتخب مصر، وده اللي شايفينه في البطوله. يمكن عمر مرموش محدش كان يتوقع ان هو يكون متواجد في منتخب مصر دلوقتي، عمر مرموش والناس كلها عنصر هجمت اساسي. كيروش. انا فاكره اول لما بدا يلاعب عمر مرموش كل الناس قاعده تقول مين عمر مرموش ده، لحد خبراته ما ايه، كلام كتير، بالظبط كلام لحد كتير. ما جاب ساعتها جون في كاس العرب. انا فاكره كان كاس لا العرب كان ولا كان في في ايه، ليبيا في في ليبيا تصفيات بالظبط، كاس العالم، الناس بدات ساعتها ايه تاخد بالها بعمر بالظبط. مرموش. اه نفس الامر بالنسبه لمحمد عبد المنعم، واحد من اهم المساكين في مصر خلال الفتره الحاليه، بيقدم مستويات مميزه جدا مع منتخب مصر رغم قله خبراته. عمر كمال عبد الواحد اكتشاف في الناحيه اليمين، كان اكتشاف هايل باك يمين الماتش جديد اللي فات ده، كان اكيد، الماتش بتاع كوت ديفوار كان هايل بجد. بالظبط. يمكن من بعد اصابه اكرم توفيق بنتمنى له الشفاء طبعا، الناس كلها كانت عندها بعض القلق شويه ان منتخب مصر ما عندوش ظهير ايمن في الحته دي على نفس القدر او على نفس المستوى. عمر كمال قدم اوراق اعتماده زي ما بيقولوا ده كده حقيقي. مع منتخب مصر في الناحيه اليمين. وطبعا برضو عايزين نشكر كابتن علي ماهر في فيوتشر، لان هو اللي اكتشف اساسا عمر في الحته دي واشركه فيها، وعلى اساسه كيروش جابه واداله الخبرات. يمكن كارلوس كيروش كان ممكن يقول لا هو اساسا مش باك يمين، ده الراجل جناح، فهم لعبوه في فيوتشر باك مضطرين، لكنه وثق فيه جابه ولعبه في الحته دي. وعمر كمال واحد من اهم لعيبه منتخب مصر في البطوله.